التلاميذ الأعزاء، مستر محمود من قناة تعالوا نتعلم إنجليزي بيحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيديو جديد إن شاء الله وحلقة جديدة، ومع تاني باراجراف مترجم، تاني باراجراف مترجم تعليمي من الإنجليزية إلى العربية. طبعاً يا رب بنتعلم في الفيديو ده الترجمة، وبنتعلم فيه المحافظة على البيئة، وخاصة إن إحنا إزاي نحافظ على المية. إزاي نحافظ على المية؟ لأن المية دي يا أولاد حياة، من غير المية ما نقدرش نعيش. عنوان البرنامج بتاعنا يا أولاد بإذن الله إزاي نستخدم المياه بكميات أقل. لو عجبكم المحتوى إن شاء الله تحطوا لي لايك واشتراك وفعلوا زر الجرس، ومع بعض يا أولاد. How to use less water. How to use less water. كيفية استخدام المياه بشكل أقل، أو كيفية استخدام كميات أقل من المياه. How to use less water. كيفية استخدام كميات أقل من المياه. وبنبدأ يا ولاد البراجراف مع بعض. Saving water. Saving water. Saving water. توفير المياه. Is يكون very important، مهم جدا. We should، نحن يجب أن learn، نتعلم. How to use، كيف نستخدم. Less water، كميات أقل من المياه. Parents، الآباء. And teachers، والمعلمين. Should، يجب أن. Show، يظهروا أو يبينوا. The importance of water، أهمية المياه. لمين يا أولاد؟ To children، للأطفال. There are يوجد many ways، العديد من الطرق. ذات كان، الذي يمكن أن. Help us، تساعدنا. To save، في توفير water، المياه. We should learn، يجب أن نتعلم. For example، على سبيل المثال. How to recycle water، كيفية إعادة تدوير المياه. We can، نحن يمكن أن. Use، نستخدم. The water، المياه. From washing، الناتجة عن الغسيل. To water، عشان نسقي طبعا، أو لنصفي. The plants، النباتات. Also، أيضا. We can، يمكننا. Have short showers، الاستحمام لفترة قصيرة. To save، لتوفير water، المياه. أو to save water، لتوفير المياه. Finally، وأخيرا. We can، يمكننا. Mend، إصلاح. All the damaged taps، جميع الصنابير التالفة، يعني جميع الحنفيات البيضة. And homes، في المنازل. Parks، الحدائق. And streets، والشوارع. Some countries، بعض البلدان. Some countries، بعض البلدان. Use، تستخدم. Modern ways، طرق حديثة. To water plants، لري النباتات. تلاميذ الأعزاء، يا ريت لو عجبكم المحتوى بتاعي، يا ريت ما نبخلش على مستر محمود إن إحنا ندعم القناة بتاعته باشتراك اشتراك اشتراك لو سمحتوا، ونحط لايك ونفعل زر الجرس. أشكركم لحسن استماعكم ليا، أشوفكم على خير المرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.